من خان يونس وعبد الرحيم الفارسي من القدس. أذهب إليك أولا محمود، تحديثات المشهد الميداني وربما ما كان يتحدث به سيادة العميد عن أنه الموجة الانفجارية الكبيرة وهي تحصد عدد أكبر من الضحايا والمصابين. بالفعل، أولا المنطقة التي أسقطت عليها كل هذه الصواريخ صنعت قطر كبير جدا، حفرة ضخمة جدا، وكما يقول الجيش الإسرائيلي على الأقل وفق تقديراته أن الاثنين رافع سلامة ومحمد الضيف كانا فوق الأرض ولم يكن معهما أي من الرهائن الإسرائيليين، وبالتالي الهدف كان بحاجة إلى صواريخ ربما أقل زنة من تلك التي استخدمت وأدت إلى سقوط هذا العدد الكبير جدا من الضحايا الفلسطينيين. بالإضافة كما أشرنا سابقا مروج إلى أن التي ساقطت تسعة صواريخ وفق التقديرات الفلسطينية، وجاءت على مراحل. في آخر هذه المراحل كانت قد تقدمت سيارات الدفاع المدني اعتقادا بأن الغارات توقفت ودخلت طواقم الإسعاف، فتم استهداف المكان مرة أخرى وبالتالي قتل ضابط في جهاز الدفاع المدني وأصيب تسعة آخرين منهم، بالإضافة أيضا إلى التحليق من الطائرات المسيرة التي صاحبت هذه العملية حتى لحظة انتشال القتلى والإصابات وهي تحلق فوق أجواء المكان. يقولون هنا في غزة بأن أعداد الضحايا وصل إلى 71 فلسطينيا، لكن هذا رقم يبدو أنه لن يستقر على ما هو عليه الآن، لأن هناك حالات حرجة جدا بدأ تحويلها إلى مستشفى شهداء الأقصى هنا في دير البلح، مستشفى ناصر الذي أعيد افتتاحه مؤخرا بعد الدمار الذي لحق به. الآن هو يطلق نداء استغاثة بأنه غير قادر على التعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات، أكثر من 300 إصابة بدأت تصل إلى كل هذه المستشفيات. أشير فقط إلى أن المنطقة التي استهدفت أيضا بها بعض المستشفيات الميدانية، وبالتالي جانب حتى من توثيق هذه الغارات كان من أمام بوابات هذه المشافي، هو طريق كان يسلكه المارة باتجاه هذه المستشفيات، وبالتالي جانب كبير من الخطورة استهداف في منطقة كهذه. ثم الآن نلاحظ بأن النفي يجيء من حماس ويقول بأنه هذا الاستهداف كان لمدنيين، وكأنها تريد القول بأن رافع أو سلامة وكذلك محمد الضيف لم يكونا أصلا في هذه المنطقة، أو تريد أن تعطي إشارات بأنه أمنيا، بالضبط أمنيا ذراع حماس العسكري لن يذهب إلى خطوة من هذا القبيل. مليون نازح في منطقة رملية لن يتواجد فيها قادة كبار بهذا الشكل وفوق الأرض دون أن يكون هناك على الأقل حماية لهم. طيب أذهب إليك عبد الرحيم، هناك إعلان من قبل نتنياهو بأنه سينخرط الرجل في اجتماعات أمنية على مدار اليوم بأكمله. أيضا كان هناك المفترض مسعى أو مسار لصفقة التهدئة. اليوم حماس تقول أنه يعني بالتأكيد بعد هذه العملية لن يكون من السهل الوصول إلى صفقة تهدئة. يعني ذلك أنه الداخل الإسرائيلي سيكون هناك مشكلة مع نتنياهو الذي بهذه العملية قد يكون أفشل مسار استعادة الرهائن؟ نعم مروج، بداية أولا أن المصدر الوحيد الرسمي للتعليق على ما حصل هو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في بيانه قال إن رئيس الوزراء منذ بداية الحرب أصدر توجيها دائما يقضي بتصفية كبار مسؤولي حماس. إذن هو يضعنا في الإطار العام، منذ بداية الحرب رؤوس حماس سوف تقطع متى تمكن تسنى ذلك لإسرائيل. بعد ذلك يتحدث البيان عن أنه تم إطلاع رئيس الوزراء على جميع التطورات خلال الليل. إذن العملية جاءت بناء على خطة مدروسة، ربما كانوا يرصدون مكان موجود الضيف وزميله في المخيم أو تنقلات ليلية لهم أو غير ذلك، وأنه كان يتلقى هذه التحديثات بشكل منتظم. وأخيرا في البيان يقول أنه يجري رئيس الوزراء خلال النهار تقييم للوضع مع كافة المسؤولين الأمنيين والعسكريين لبحث التطورات و الخطوات المقبلة. نحن الآن أمام عملية هي كبيرة جدا، سواء نجحت في تصفية الضيف أو جرحته، ولكن بالنسبة إلى رئيس الوزراء الذي بدا قبل يومين متشبثا برأيه وصامدا في مواقفه أنه سيواصل العملية مهما كان وأنه قد يقبل بالإطار العام للهدنة، لكن التفاصيل هو الذي يتحكم فيها، فيبدو أنه كان منطلقا من معلومات استخباراتية كانت لديه ولدى الفريق الأمني والعسكري المقرب منه. نعم. بالتالي فهو الآن
يجري التقييم لنجاح هذه العملية ثم يجري التقييم لتداعياتها. بكل تأكيد هم ينتظرون رد فعل على الأقل من حزب الله في الشمال، ويبدو أن الأمين العام لحزب الله سوف يلقي كلمة بعد قليل قد يتحدث فيها عن هذه العملية، وقد يعلن عن أشياء أخرى مرتبطة بالتصعيد الإقليمي. ولكن الآن هناك غرفة طوارئ لدى بنيامين نتنياهو لا نعلم بتفاصيلها، ربما الساعات المقبلة سنشهد تصريحا شخصيا منه بعد انتهاء فترة عيد السبت والإمساك عن الكلام والأعمال الرسمية. ولكن هذه الليلة قد تكون مختلفة بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لهذه العملية الكبيرة وتداعياتها وردود الأفعال حولها. شكرا جزيلا لكم عبد الرحيم الفارسي موفدنا من القدس، وأيضا طبعا محمود عليا مراسلنا من خان يونس في قطاع غزة.